احنا بلبنان بلد نظام برلماني وكمان نظام يعتمد اللامركزية الإدارية طبعا في بلد مجاور البلد المركزي، وبالتالي احنا عندنا استحقاقين انتخابيين رئيسيين. الاستحقاق الأول هو الانتخابات النيابية، والاستحقاق الثاني هو الانتخابات البلدية والاختيارية. واجتهاد المجلس الدستوري واضح منذ العام 1997 بقرارين شهيرين بخصوص تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وقال بشكل واضح تأجيل أو تمديد ولاية المجالس المنتخبة كانت بلدية أو اختيارية أو نيابية هو أمر مخالف للدستور وتحديدا لمبدئيين دستوريين أساسيين، هو مبدأ دورية الاقتراع ومبدأ حق الانتخاب ومبدأ عدم قدرة المجالس أن تمدد وكالتها من تلقاء نفسها. اليوم السعي لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية شو ما كانت حشته، الأمور التقنية، الوضع الاقتصادي، الوضع المالي، عدم الجهوزية اللوجستية، هذا أمر مرفوض لأنه يخالف الدستور. وهذا القانون إذا أقر المجلس النيابي لازم يقدم طعن إلى المجلس الدستوري من 10 نواب لإبطال هذا القانون وإقامة الانتخابات البلدية، لأنه ما في شيء يبرر الإطاحة بحق أساسي من حقوق المواطنين وهو حق الانتخاب. الحكومة الحالية، حكومة معهد الإنقاذ، تعهدت بموجب بيانها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية والاختيارية والبلدية بهذه السنة بموعدها الدستوري والقانوني، ولكن للأسف ولأسباب يعني منا مقنعة تم تأجيل الانتخابات البلدية والاكتفاء فقط بإجراء الانتخابات النيابية دون ما يكون في أي أسباب موجبة ومقنعة مثل ما قلنا، علما أنه هذا الشيء ألحق ضرر كثير كبير، أولا بالناخبين بالمواطنين اللبنانيين وشكل خرق للدستور اللبناني، إضافة لهالشيء هذا يشكل خرق لمبدأ تداول السلطة ولإرادة الناخبين بهن يعينوا مين بده يكون عم يمثلهم، هن يقترعوا لمين بده يمثلهم، هذا الشيء أدى لمصادرة الإرادة الشعبية وبدون ما يكون في أي سند قانوني يستدعي هذا التأجيل. نحن نعتبر أن الانتخابات البلدية هي استحقاق لازم نخوضه، استحقاق بيعبر عن إرادة الشعب. أنا ضد تأجيل الانتخابات البلدية لأن ما بحق للدولة تأجل أي استحقاق انتخابي، لأنه هيدا صوت الناس وبحق لها للناس تعبر عن رأيها بالوقت المناسب.